مش معقولة أبدا يا هبة، كفاية وسخت الأرض. إيه ده؟ وسخت إيه يا حبيبتي؟ ما تخافيش أنا برمي جوه الطبق ده، أنا نضيفة فلة. نضيفة فلة؟ بأمارة إيه؟ بطلي بطلي اللي عمالة تعمليها دي، قولي لي جاية ليه؟ جاية ليه؟ بقى في حد يقول لحد أنت جاية ليه؟ ده المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني، وأنا اللي جاية أزورك. ودي زيارة أنت جايبها لي أهي. يا اقل حاجه تليق بيكي، انا قلت بقى يا بنت تصرفي وكلفي، وانا عندي كام جوجو، ده انت الغاليه يا حبيبتي يا روحي. بس انت لو ما بتحبيش الحاجات دي مش عايزه تاكلي براحتك. لا متشكره قوي. بقول لك ايه، ارغي ارغي. اه كنت جاي احكي لك عن انشي. عن مين؟ انشي انشي قصدك انجي. هي اللي عملته، نزل لي اختي الصبح، قال وراح النادي واخده لي عيالها في ديلها وراكبه لي العجله وعامله لي فيها روبي وعماله تقدم. وفيها ايه؟ انا شفتها من البلكونه، شكلها زي القمر هي والاولاد. شكلها زي القمر؟ يعني انت عاجبك كده اللي هي عملته ده عادي؟ اه طبعا، امال ايه؟ يعني إيه، واحده عايزه تغير من حياتها ومن نفسها؟ تغير من نفسها؟ لا انا مش شايفه كده بصراحه، انا شايفه انه عيب وعيب جدا. يعني لما رجالتنا يبصوا عليها وهي لا مؤاخذه كده سايقه ومقمبره، يبقى ايه الحل؟ اه الحقيقه بقى دي مشكله عندك انت، واذا كنت غيرانه منها قوي كده اعملي زيها. انا غيرانه منها واعمل زيها واركب عجله فاشر؟ تركبي ايه؟ عجله؟ والعجله ذنبها ايه؟ حرام عليك، العجله ممكن تستغيث. انت يا حبيبتي بقى تركبي توك توك، تركبي تريسيكل، تركبي دبابه. شكرا قوي شكرا، انا اصلا اللي غلطانه، وانا فاكره ان انت هتنصفيني. انت عمرك ما نصفتيني، انت وهي كده، وانا اللي بينكم، انا اللي غلطانه ان انا جيت لك. سلام عليك. هاتي من دي الزياره انت جايبها لي. هاتي هاتي هاتي. انا جايباها عشان اكل منها في بيتك، عشان انت اصلا ما بتقدمليش حاجه. معلش يا حبيبتي، كل بيتي ما يخرجش ابدا. اقعدي اقعدي اتفرجي معايا على البرنامج اللي فيه انشي. انشي؟ هو انا كمان هتفرج لها على برنامج؟ لا يا حبيبتي، انا هطلع فوق في حضن جوزي شعبول لحبيبي، هقعد انا هو نتفرج على فيلم حبيبي نائما ونعمل فيها تايتانيك. سلام عليكم. استني استني، حبيبك مين؟ نائما. نائما؟ اه، ونعمل فيها تايتانيك. الله، اكيد هتاخدي دور الباخره. باخره؟ ماشي شكرا قوي، ما تنسيش تبقي ترجعي الصواني. يلا مع السلامه. مش ممكن انشي.